عايزين نتكلم مع حضراتكم في موضوع ليه علاقه بالوزن الزايد، الناس اللي بتعاني من السمنه، حتى لو ما كانتش سمنه مفرطه، بس الناس اللي عندها شيء من الوزن الزايد كتير جدا منهم بيبقى عندهم مش بس اعتقاد، ده بيبقى عندهم يقين ان الرجيم هيؤتي ثماره في الصيف اكتر بكتير من لو عملناه في موسم تاني او في يعني الشتاء مثلا، من منطلق ان الصيف مع الحر والرطوبه وفكره التعرق، فكره العرق بتساعد على نقصان الوزن. الى اي درجه الكلام ده مظبوط؟ دي حاجه هنعرفها. الحاجه الثانيه برضو، مع الصيف بتكتر حفلات الخطوبات وقرايات الفاتحه والافراح، وفي كتير من الفتيات بصفه خاصه بيبقى عندهم طلبات ساعات بتبقى مش منطقيه، بل واحيانا بتكون تعجيزيه، تقول لك انا عايز انزل 15 كيلو في 10 ايام عشان عندي قرايه فتحه سلمى بنت عمتي. فالنوع ده من الحاجات يا دكتوره ريهام بيبقى مش منطقي. بنرحب بحضرتك طبعا. صباح الفل، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ربنا يخليكي منوره. تمام، عجبتني قوي سلمى بنت عمتي. اه والله بتسمعي حاجات غريبه جدا وبالذات في الصيف. يعني عايزين ينزلوا رقم حلو، قطعيه حلوه من الوزن وفي زمن قياسي، احلامهم وطموحاتهم بتكون عاليه جدا يا كريم بطريقه مش طبيعيه. جايه عندها فرحها كمان شهر وعايزه تخس 25 كيلو. طب كنتي فين طيب الشهور اللي فاتت دي كلها؟ ولا هو في مساحه فعلا على غرابه الامر ان ده يحصل؟ هنتفق مع بعض بقى. انت بدات الكلام، موضوع عجبني قوي السؤال او التوبيك اللي هنتكلم فيه النهارده حلو قوي. الاختلاط بين الصيف والشتاء والمفاهيم الكتير قوي الغلط اللي احنا في الصيف ممكن نخس اكتر عشان بيحصل نسبه تعرق اكتر، وده طبعا بعيد تماما عن الصحه، وان العكس تماما هو اللي صحيح، ان الشتاء هو اعلى فرصه عندنا زي رمضان، الحاجات اللي احنا دايما ظالمينها. رمضان والشتاء اكتر فرصه لينا كلنا ان احنا نخس فيها جدا جدا، لان احنا درجه الحراره بتاعت الشتاء البرد جسمنا بيبذل طاقة وبيحرق طاقة عالية جدا، وقود مكنة جوه بتحرق جوه علشان يوصل جسمك يدفيه للدرجة الحرارة اللي هو عايز يوصل لها الطبيعية عشان يقدر يعادل درجة الحرارة اللي بره اللي هو عايش فيها. فهو بيحرق من طاقته علشان يدفى، فبالتالي بيحرق دهون. احنا نسكت؟ لا، نديها بقى سحلب وعدس وحلويات والحاجات الغلط الكتير اللي احنا بنعملها. نفس فكره رمضان ان احنا بنكون صايمين صيام جميل جدا جدا يحرق اي دهون ويخلي جسمك محرق الدهون فعليه، يعني فرصه ما بتتكررش. وشهر في ناس كتير لما بتسمع الكلام اللي انا بقوله ده بتحول جسمها لمحرق الدهون، بيكون الوقت اللي باقي في يومها بعد الفطار فتره مش طويله، بتعمل بقى طقوس صلاه التزامات، بتلاقي الوقت اللي باقي للاكل قليل، فبتطلع من رمضان خاسه ال 15 وال 20 كيلو اللي حضرتك بتقول عليهم. محرقه الدهون دي لو اتحققت او لو حصلت، المفروض ان ينتج عنها الى جانب الخسيه اللي هي لطيفه ومستحبه طبعاً، ينتج عنها حاجات تانية قد تكون مش مستحبه. لا، فكره الارهاق، التعب، الهزال. في سيدات مثلا بيشتكوا دايما لما يعني يدخلوا في دايت قاسي حبتين، في بعض الاحيان بيشتكوا حتى من تساقط الشعر والضوافر، يعني في حاجات انثويه كده بيتسمع عنها. صح، كلامك طبعا مظبوط 100%، بس خلينا نتفق مع بعض ان انا هتكلم النهارده عن منظومه كامله متكامله. وهي ايه؟ هي بيستا، الكورس انا هتكلم عنه، الياف طبيعيه مالئه بتخلي قدرتك على الاكل، سواء احنا في صيف شتاء، احنا دلوقتي بقى في صيف عكس اللي احنا بنقوله، حرقنا مش احسن حاجه، في نسبه سهر عاليه جدا، في مصايف معظم الناس اللي مش بيصيفوا قاعد في بيته قاعد قدام التلفزيون بياكل البطيخ الجميل اللي برضه معتقدين انه ما فيهوش سعرات حراريه، مانجا، كل الحاجات للاسف اللي في الصيف اللي بتزود الوزن جدا جدا. طيب احنا هنعمل ايه علشان كل المغريات دي سواء موجوده في الشتاء في الصيف في رمضان دايما عندنا شماعه بنعلق عليها زياده الوزن؟ هنستخدم بيستا. بيستا هو منتج من الالياف الطبيعيه، رده، الشوفان، قشور السيليوم. هيعمل ايه كريم؟ هيعمل بالونه في معدتنا، البالونه دي هتخلي المساحه المتبقيه للاكل مش كبيره، فانا بالتالي كنت متعوده قاعده بالليل قدام التلفزيون زي ما بيجي لي كتير في العياده، انا وجوزي يا دكتور بنضرب ثمره فاكهه زي ما انت بتقولي لنا بطيخه، وانا قلت طبعا ثمره فاكهه هي تفاحه حاجه بسيطه. حضرتك قلتي ثمره؟ انت قلتي ثمره. طيب بالظبط كده، فلا فهي بتضرب البطيخه اللي هي على يعني نصيحه الدكتوره المفروض احنا كده سمعناها، فهي بتاكل البطيخه هي وجوزها. طيب انا لما هي هتاخد بيستا قبل وجبه، قبل كل وجبه بنص ساعة أو ساعة، هي قدامها نفس البطيخة هي وجوزها، بس قدرتهم إن هم ياكلوها تلاشت، يعني هياكلوا قد إيه؟ هياكلوا بقى الشريحة اللي أنا قلت عليها الطبيعية جدا. طب الجزء اللي في البطن ده أو اللي في المعدة اللي اتملى بيكون مليان على الفاضي يعني بيبقى؟ لا، إحنا الساشت أو الكيس اللي بندوبه في كوباية مية، وهو بالمناسبة طعمه حلو، طعم التفاح الأخضر، صفر سعرات حرارية، فأنا خدت كل أنواع الألياف العالية جدا. الألياف دي بتنفش يا كريم في المية، يعني أنا دلوقتي حطيتها على مية بشربها على طول مباشرة، بتنزل تعمل في معدتي مادة جيلاتينية زي بالظبط قوام البالون. وده آمن يا دكتور؟ آمن جدا، إحنا ما بنشتغلش على مراكز المخ
المخ تماما. انا بعمل زي فكره البالون الناس بتروح تعملها عمليات جراحيه، او ايه فكره العمليات اللي الناس بتصغر حجم معدتها، هي مش بتحط بالون بس بتقص المعده، بتقص عشان تصغر المساحه. أيوه. انا صغرت المساحه بشيء طبيعي من الالياف. بالعكس، ده انا عايز اقول لك بقى حاجه رائعه جدا، انا بنصح ناس كتير، وناس كتير من اللي استخدمت بيستا وقلب مالتي فيتال فيتامين هنتكلم عنه عشان نجاوب على سؤال مشاكل المشاكل اللي بنقابلها الناس في تساقط الشعر والضوافر، الحاجات الكتير قوي اللي بتقابلها ستات او رجاله. البيستا ميزته بقى الرائعه ايه؟ ان احنا بعد ما عملنا البالون دي هي بتتفتت بعد كده وبتنزل، هي بتعمل حاجه بتنظف الامعاء والجهاز الهضمي، فبمثابه منظم للقولون. يعني الناس اللي بتجرب بيستا بعد ما بتعمل تثبيت معايا 6 شهور عليه وتحافظ على الوزن اللي وصلت له، ودي نصيحه دايما بكون حريصه قوي ان انا اقولها، يا جماعه ثبتوا وزنكم، يا جماعه بلاش اليويو دايت. اليويو دايت ده اللي هو ايه؟ انا خسيت 20 كيلو ببيستا، او انا شخص عندي اراده فظيعه لعبت رياضه وقفلت بقي، وبرده قفلت البق في العموم مش صح، لان جسمي محتاج احتياجات معينه، لو نقصت هيحصل مضاعفات ان انت قلت لي عليها من شويه. طيب انا دلوقتي القولون بتاعي بقى نضيف وجهاز الهضمي عندي كويس واكلي يقلل النص، طيب انا ايه اللي يخليني اقول ان بيستا او الكورس ده هيفرق معايا كشخص عمل دايت عن اي حاجه فاتت، شعري ودوافري وصحتي ونشاطي؟ وخلي بالك دي نقطه مهمه جدا، خصوصا ان دلوقتي في الصيدليات في منتجات ملهاش اول من اخر، بالظبط كلها خاصه، ودي مشكله بالتحديد. كبيره جدا، ودي مشكله كبيره جدا، لان مش كل الحاجات مرخصه من وزاره الصحه، فلازم دايما يكون عليه عينينا على النقطه دي. ليه؟ مش عشان اي حاجه، عشان دي حاجه عليها الابحاث والتجارب الكافيه طبعا تكون امنه، بالظبط ان هي امنه وبتجيب النتائج اللي احنا بنتكلم عنها. أوكي. اللي هي من 8 ل 12 كيلو شهريا، وده طبعا رقم ممتاز جدا. تمام. طيب النقطه بقى اللي انا عايزه اتكلم عليها دلوقتي وهي مهمه جدا جدا، انا دلوقتي ازاي هخس ويبقى عندي الباور والطاقه والانرجي، وفي نفس الوقت كل العوامل اللي بتحصل نتيجه الدايت من تعب وهزال وتساقط شعر وحاجات تانية مش هتقابلني في الكورس. انا كملت الكورس بفيتامين مالتي فيتامين قلب مالتي فيت، وده برده متاح في الصيدليات ونقدر نشتريه لوحده بعيدا عن الكورس. ميزته ايه؟ ان في كل العناصر اللي حضرتك تتخيلها ولا تتخيلها زي الزنك والبي كومبلكس. طب دول بيعملوا ايه؟ كل حاجة ليها علاقة بتجديد الخلايا، الجلد، الشعر، الضوافر، نقص الفيتامينز اللي هي زي فيتامين دي، وده مهم جدا جدا يا جماعة. 3/4 المصريين لو ما كانش أكتر عندنا نقص فيتامين دي نتيجة نقص التعرض للشمس. تأثيره إيه؟ بيؤثر يعني بصورة مباشرة تماما على معدل فقدان الوزن، معدل الأيض بيقل جدا لو حضرتك عندك نقص فيتامين دي أو مش موجود أصلا، و3/4 الناس مش عندهم نقص، مش موجود. طيب يبقى احنا لازم نصلح فيتامين دي، عملنا كل ده بقلب مالتي فيت، قرص واحد فقط يوميا هيحل لنا المشاكل دي، معدل حرق وشكل زي الفل.